وللمتابعة ينضم إلينا من الخليل مراسل الغد رائد الشريف. رائد، ضعنا في تفاصيل هذه الوقفة الاحتجاجية. نعم سهام، يعني في معلومات عاجلة أوردها مدير نادي الأسير الفلسطيني في الخليل أمجد النجار قبل قليل، أبلغه محامي نادي الأسير بأنه التقى بالأسير سامي الجنازرة في عيادة سجن الرملة بعد 31 يوما من الإضراب عن الطعام، حيث بدا الأسير على كرسي متحرك لا يقوى على الكلام ولا حتى على الحركة، وطالب محامي نادي الأسير بضرورة نقله إلى مستشفى مدني وذلك لتدهور حالته الصحية. هو يعاني من أمراض داخل سجون الاحتلال جراء الإضراب عن الطعام، حيث تقوم سلطات الاحتلال وما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية بإهماله طبيا. هو يعاني من ألم في العيون، في الأسنان، وكذلك في الكلى، لذا يجب التدخل الفوري والعاجل لإطلاق سراحه أو نقله بشكل مباشر إلى مستشفى مدني إسرائيلي لكي يتسنى للأطباء لمعالجته. سامي الجنازرة المضرب عن الطعام منذ طبعا 25 من شهر آذار مارس، وهو معتقل منذ 13 من ديسمبر العام الماضي، يعاني طبعا من أمراض كما ذكرنا، بالإضافة إلى 3 أسرى يضربون عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لقرابة 500 أسير المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وهم من الأسرى الإداريين احتجاجا على اعتقالهم الإداري. لذلك سلطات الاحتلال تتعمد الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وربما الأمور تتطور بعد أيام، وأقصد هنا يعني التدهور على صحة الأسير سامي الجنازرة، وهذا ليس الإضراب الأول الذي يخوضه الجنازرة، كان قد خاض إضرابا عن الطعام العام الماضي لمدة تقريبا 80 يوما، وبعد ذلك إسرائيل أطلقت سراحه. طالبته المخابرات الإسرائيلية أن يقوم بفك إضرابه لكنه رفض، وبعد ذلك طبعا ستقوم بالنظر في قضيته، لكن هذه الأمور أصبحت مساومة بالنسبة للمخابرات الإسرائيلية للأسير الفلسطيني لكي يقوم بفك إضرابه، وبعد ذلك يعني تنتهي الأمور. وهذه يعني تعتبر التفاف على قضية الأسرى الفلسطينيين. سهام، رائد الشريف مراسل الغد، كنت معنا من الخليل، شكرا جزيلا لك.